نحن كنا نتواجد لنتناول وجبة الإفطار في هذا الشهر الكريم شهر رمضان، حيث شنت طائرات الاحتلال وقادة المزعوم هجمة على عائلة، على منزل يعود لعائلة القاضي في منطقة رفح مصبح حي الزهور، حيث هذا المنزل يأوي كثير من النازحين الذي نزحوا من شمال قطاع غزة وجنوبه إلى هذه المنطقة التي صنفها جيش الاحتلال أنها منطقة آمنة، تعد من المناطق الآمنة حي الزهور. وتم قصف هذا المنزل على رؤوس ساكنيه بعد أن تم انتشال جثث وجثامين هذه الشهداء والجرحى. تتين؟ وهذه سيارتنا سيارة طبار، سايبين شغلنا وحالنا ومالنا وجينا هنا ركينا في الدار هذه وركننا هالسيارة هنا. نيجي في الليل المغرب قبل ما نفطر ونقول بسم الله نلاقيها محروقة ومفحمة، ايش عاملين فيها احنا؟ ايش عاملين؟ أنا مش عارف لو قديش هذه الحياة بدنا نضلنا فيها هيك، ايش عاملين مش عارف. سيارة طبار لا بتودي ولا بتجيب ولا بترفع ولا بتحط. يعني بنجينا فيها من غزة مش عارفين نروح، كنا نروح هذا نروح.